السلام عليكم، نشرة إخبارية من قناة أبوظبي الأولى، وهذا أبرز ما فيها. تقدم بطيء في محادثات قمة المناخ في كوبنهاغن ومكافحة إزالة الغابات تتصدر أجندة المحادثات. الجيش اليمني يشن عمليات عسكرية ضد تنظيم القاعدة ويقتل ويعتقل العشرات في صنعاء وأبيان. علماء ينجحون في رسم الخريطة الجينية الكاملة لنوعين من السرطانات الأكثر انتشاراً وهما سرطان الرئة والجلد. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن التعهدات التي قدمتها الدول الصناعية في مؤتمر المناخ ليست كافية وإن العرض الأمريكي لا يرقى إلى الحد المطلوب. وتتواصل كوبنهاغن في أعمال القمة وسط خلافات تهدد باحتمال إخفاق المجتمعين في التوصل إلى اتفاق يتعلق بمكافحة الاحتباس الحراري. وتسببت الخلافات في وقف أعمال القمة قرابة 9 ساعات، إلا أنها استؤنفت بعد ذلك بعد أن تعهدت بعض الدول المتقدمة وبشكل أساسي اليابان بتقديم 15 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة كمساعدات للدول الفقيرة حالة ما التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ خلال القمة. وتعتبر مكافحة إزالة الغابات وتجريف التربة قضية محورية في محادثات كوبنهاغن التي تهدف إلى وضع خريطة طريق من أجل اتفاق أكثر شمولاً وصرامة لمكافحة تغير المناخ. وهذه أيضاً إحدى النقاط المضيئة القليلة في المحادثات المناخية المتعثرة، حيث أن إزالة الغابات مسؤولة عن نحو 5 الانبعاثات الغازية للبشر. قبل أقل من 3 قرون كانت الغابات تغطي قرابة 60% من مساحة الأرض، والآن تغطي نحو 30% فقط. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فالمشكلة تتفاقم، إذ أن مساحة البساط الأخضر تتقلص يوما بعد آخر، والأسباب متعددة، منها قطع الأشجار بسبب الامتداد العمراني أو بسبب الاعتماد على الخشب في كثير من الصناعات، إضافة إلى الرعي الجائر والحرائق وانتشار قتلت القوات اليمنية 34 عنصرا من تنظيم القاعدة واعتقلت 17 آخرين في عمليات متزامنة شنتها في مدينتي صنعاء وأبيان. وأفاد بيان لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الأمن مسنودة بطائرات قامت بعمليات استباقية مزدوجة وناجحة على عدد من الأهداف لتنظيم القاعدة في منطقة أرحب بمحافظة صنعاء، حيث كانت مجموعة انتحارية جاهزة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد عدد من المنشآت والمصالح اليمنية والأجنبية. قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام دورته الطارئة في رام الله في الضفة الغربية أمس تمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي لحين إجراء توفير أجواء الانتخابات العامة. وطلب المجلس من عباس واللجنة التنفيذية بذل كل الجهود من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. للطلب من السيد الرئيس الاستمرار في مهامه كرئيس والمؤسسات المنتخبة الأخرى بمجلس التشريعي لحين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة، ولكن أيضا المجلس المركزي 90% من أبحاثنا ودراساتنا التي قدمت وتوصياتنا تتعلق بالجانب الإسرائيلي، ممارسات الاستيطانية، استمرارها، انعدام. من جانبها رفضت حركة حماس قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تمديد ولايتي الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي، معتبرة أن لا صلاحية للمجلس باتخاذ خطوة مماثلة غير شرعية على حد تعبيرها. المجلس المركزي غير شرعي وغير منتخب، بالتالي أي قرارات تصدر عنه هي غير شرعية وغير ملزمة لشعبنا، وهذه القرارات عبارة عن مصادرة للديمقراطية واستفراد بحق الشعب الفلسطيني، وعبارة عن رشوة سياسية من أجل التغطية على عدم شرعية أبو مازن وعدم شرعية. وقبل الختام هذا تذكير بعناوين النشرة. تقدم بطيء في محادثات قمة المناخ في كوبنهاغن ومكافحة إزالة الغابات تتصدر أجندة المحادثات. الجيش اليمني يشن عمليات عسكرية ضد تنظيم القاعدة ويقتل ويعتقل العشرات في صنعاء وأبيان.
علماء ينجحون في رسم الخريطة الجينية الكاملة لنوعين من السرطانات الأكثر انتشاراً، وهما سرطان الرئة والجلد. نهاية النشرة الإخبارية، تحية لكم وإلى اللقاء.